بتشوف يعني الفيديوهات اللي بيعملوها الناس يعني يعني فعليا ايش بتحس لما بتشوفها يعني؟ والله 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 بفرح قوي. بفرح جدا وبفرح. ما اعظم ان فنان يقدم عمل ويتعب ويشقى فيه ويلاقي ان ده رد الفعل عند الناس ويلاقي كل هذا النجاح والحب والتقدير، يلاقي الموضوع عدى مرحلة المسلسل ودخل في مرحلة انه بقى تعايش عامل البيوت والأسر مستوى الوطن العربي وكل بلدان الوطن العربي. طب ما دي اعظم حاجة ممكن يقابلها الفنان في حياته. يقعد ساجد لله بقى ويقعد يشكر في ربنا سبحانه وتعالى قدر ما يستطيع يعني. تحس انه نجاح جعفر العمدة الان تخطى البرنس والأسطورة؟ يعني كلهم اولادك انا عارفة، بس انه فاهم قصد حضرتك. جعفر العمدة طبعا عدى البرنس والأسطورة بالله. طبعا انا ما اعرف ايش حتسوي بعده. والله زي ما عملنا الاسطوره الناس سالت هتعملوا ايه بعديه، وربنا كرمنا سبحانه وتعالى وعملنا البرنس وكان بالشكل ده والحمد لله ربنا وفقنا فيه. ما جينا نعمل المسلسل ده قلنا محمد رمضان قال وانا قلت قبل المسلسل قلنا الناس ان شاء الله نجاح يفوق البرنس والاسطوره. ايوه وفعلا احنا عملنا كده. ايوه وانت خليتيني بقت زيك اقول البرنس. هو البرنس، هو مسلسل البرنس. هو البرنس. هو مش البرنس. لا هو البرنس. هو البرنس. هو البرنس صح. انا في البرنس. ايوه ما كان صعب قوي انك تعدي الاسطوره برضو. صح. وفي جعفر العمده صعب قوي انك تعدي البرنس. ايوه لا احنا يعني بصراحه في كل مسلسل كان صعب. في بقى اجتهاد 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 ونشوف ايه اللي كان ناقص هنا ونزود عليه وايه الحاجات اللي هنا. هو في نوع من الناس لما بينجح ما بيشوفش اخطائه ويفرح جدا ويقول والله انا كل حاجه كانت صح. اوكي. في نوع من الناس انت لما بينجح. طبعا. ايش اخطائك في هذا المسلسل في جعفر العمده؟ لا مش ما اقولش عن اخطاء عن اخطائي للناس. اوكي. مش دوري اقول عن اخطائي للناس. اخطائي ليا انا اعالجها. انت شايف ده حاجات بتاعتي داخليه. تمام. انا في قمه نجاح اي مسلسل انا ببقى شايف ايه العيوب وبكتب. اوكي. وبكتب حاجات كتير جدا عشان في المسلسل اللي بعده اشتغل عليها اكتر واحسنها. انا في جعفر العمده شايف اني بدايه من النص وهو اساس المساله. السكريبت. ايوه. واساس المساله اللي انت كاتبه. انا ومهاب طارق. انا قصه وانا ومهاب طارق سيناريو وحوار. انا شايف اني كان التوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى اني انا نجحت ان انا اعمل حاجه في جعفر العمده في بناء قصته، وهي دي اللي عملت التفاعل اللي مع الناس. مش فكره اني الله مسلسل حلو انا بتفرج عليه. التفاعل اللي ما بين الناس والسكرين اتعمل عن قصد. اني انا قررت في المسلسل ده ان اخلي الجمهور بطل. قررت في المسلسل ده ان الجمهور مش يبقى متفرج، الجمهور يبقى مشارك. باني انا اقدم قصه يبدو بالنسبه لك للوهله الاولى انك سابقه تفكيري وانك عارفه ان سيف هيطلع ابنه. وانا ببينه في حلقه 5 في المسلسل. انا صح. مصرح قبل المسلسل مع اعلامي رامي رضوان. ايوه. اني فكره المسلسل مبنيه على شخص بيدور على ابنه وابنه قدامه طول الوقت. اوكي. فانت حاسه كمشاهد في الاول ان انت عرفتي حاجه ما حدش عارفها غيرك. ايوه. حاسه انك تعرفي القصه دايما وقريبه ليها، بس حاسه ان كانك شايفه حاجه وقاعده تجري منك وقاعده تجري ورا. زي بلال شامه بالظبط من محمد رمضان. طيب المشاركه بتاعت ليه الجمهور بطل؟ لاني بطل العمل حاجه هو مش عارفها وانت كجمهور اللي تعرفيها ومتوحده معاه ولابسة عبايته زي ما بيقولوا. أيوة. وماشية قاعدة تخبطي له على السكرين وتقولي له خد بالك ده قوم اعرف ده صح. اعرف ده. فبقالك دور. فأنا حولتك كمتلقي انك مشارك. فده كان صح. بناء عليه هو الناتج اللي شفناه اللي هو ان الجمهور شارك في العمل، فأصبح العمل شيء انا مشارك فيه، انا عايز اتكلم.